اي موتور ستار او دلتا مش هيفرق معانا. هنفترض ان عندي حاله التوصيل بتاعه الموتور بتاعنا ستار او دلتا مش هيفرق معانا، او ستار ودلتا مش هتفرق برضو معانا. احنا عايزين نعكس حركه الموتور. التجربه الثانيه روتيشنال ريفرس، زي عكس حركه الموتور. فادي الموتور بيدور في اتجاه زي ما احنا شايفين، في اتجاه ناحيتنا، يعني من فوق ناحيتنا كده. فالاتجاه ده عايزين نعكسه الناحيه الثانيه. فبعكس حركه الموتور ازاي؟ بدل اي طرفين من طرف الفيزات اللي عندي، بمجرد ما بدلهم كده اتجاه المجال بيتعكس، فبالتالي اتجاه الحركه بيتعكس. طب تعال نجرب نبدل اي طرفين مع بعض. ممكن ابدلهم من السبلاي او ابدلهم من السويتش، مش هيفرق. انا هبدلهم من السويتش، ناخد الطرف ده مكان الطرف ده. طبعا كان اتجاه الحركه ان ناحيتنا من فوق، دلوقتي اتجاه الحركه بقى في الداخل من فوق، يعني اتجاه الحركه اتعكس عندي. دي اي طرفين معايا لو بدلت الثلاثه الحركه بترجع لوضعها الطبيعي. دي تاني تجربه عندي، نفس توصيله التجربه، مش تفرق خالص. حتى لو ما وصلتش اميتر مش مشكله معايا، ولكن احنا بنتشيك بس على الروتيشنال ريفيرس. فهي نفس التوصيله، مش هنغيرها خالص في طول التجارب الاندكشن موتر. يعني احنا كنا وصلنا باور فاكتور ميتر، ما كناش هنحتاج اي توصيله ثانيه. باور فاكتور ميتر وصل زي الوات ميتر بالظبط يعني. طيب ده بالنسبه لتاني تجربه.